بهذا النافذ المباشرة مع زميلة مي المصري. يسعد صباحك مي، وصباح الخير للنساء الريفيات في محافظة طوباس. صباح الخير علاء ونورة، صباح الخير لجميع السادة المشاهدون ولجميع النساء العاملات وخاصة النساء الريفيات اللي دائما بيعتمدوا على الريف والموارد الطبيعية لكسب رزقهن واعتمادهن الأساسي في مصروفهن وتمويلهن لعائلاتهن والكثير من الأمور. هذا الريف اللي بشكل المصدر الأساسي في رزق هؤلاء أو تلك السيدات، وكل عام وجميع النساء الريفيات بألف خير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية اللي بيصادف 15 من شهر أكتوبر. اليوم نحن متواجدين في أحد البيوت البلاستيكية لأحدى السيدات اللي بتعتمد على هذا البيت في مصروفها الشخصي وفي مصروف أولادها اللي بتعيل أسرتها من خلاله، تزرع فيه الخيار والكثير من المزروعات الأخرى. طبعا نحن اليوم في بلدة طمون، رح نحكي مع ضيفتنا اللي هي عائشة بشارات. أم خالد صباح الخير عائشة، كيف حالك؟ أهلين، صباح النور. يعني بالبداية لو تحكي لنا عن مشروعك هذا، كيف بلش، كيف تعتمدي فيه على مصروفك الشخصي وكيف تصرفي من خلاله على عائلتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أهلا وسهلا فيكم. بلش مشروعي هذا عن طريق التنمية الاجتماعية، دلم واحد، وبلش شوي شوي احنا طورنا لدلمين، وكان في البداية شيء بسيط بس هسه الحمد لله يعني أحسن من أول بكثير. أي سنة بلشتي وكيف بلشت الفكرة؟ يعني شو اللي خلاكي تلجأ إلى البيوت البلاستيكية اللي تعتمدي عليها كمصدر رزق؟ والله بلشت الفكرة ب 2016، سمعت عن دعم المشاريع عن طريق التنمية الاجتماعية، فروحت قدمت أنا يعني عندهم، والحمد لله تمت الموافقة وأخذنا تدريب وإجانا المشروع وتوافق علينا، والحمد لله يعني هينا وين كنا وين صرنا. يعني كنا بمرحلة يعني ما كان عندنا دخل أساسي ثابت، كنا نشتغل برا يعني عند الناس ما كان دخلنا ثابت، بس هسه الحمد لله يعني في عنا إحنا مصدر رزق خاص فينا ثابت. يعني حتى لو ما اضطرناش نشتغل برا في عنا إشي خاص إلنا. تحكي لنا كيف ببلش يومك أنت بتعتمدي عليه كمصدر أساسي زي ما بنعرف، كيف ببلش يومك وشغلك هون في هذا البيت البلاستيكي؟ والله ببلش يومي يعني في الوقت الحالي بالنسبة للشغل، يعني أولادي واحد في الجامعة وواحد توجيه، يعني بس روح ابني من الجامعة وننزل هون على شغلنا، إحنا أنا وياه بنشتغل على قد ما نقدر، واللي ما منخلص أول يوم بخلص ثاني يوم بس أخلص جامعته. فيعني الحمد لله يعني ماشي أمورنا. حجم المجهود اللي بتبذليه لحتى تنتجي محاصيل من هذا البيت البلاستيكي وتعتمدي عليه؟ والله يعني متعب للغاية. يعني أنا كنت أول شيء أقدر للشغل هذا وكانت صحتي منيحة، بس هسا يعني صحتي مش كلها القدي، يعني بالذات في الفترة هاي، لأن أنا كنت قبل فترة مريض قعدت 3 شهور بالمستشفى تعبان، وهسا الحمد لله يعني بلشت شوي شوي أرجع للشغل. كان أولادي 2 مستلمين وفي غيابي، وإلي تقريب شهرين شهرين ونص أنا وابني الكبير. السلام عليك. طب لو نحكي عن المزروعات الخيار زي ما احنا شايفين يلي زارعتيها، ونحكي لنا عن زراعة الخيار، قديش اخذ منك مجهود لحتى يطلع، ولوين بتصدري او بتبيعي هاي المنتجات اللي بتطلع منك اللي تعتمدي عليها في مصروفك الشخصي؟ والله انا يعني زرعنا وبده تقريبا 25 يوم لحد ما انه يبلش يعطينا الخيار. لما بلش يعطي احنا بنلقطه بنعطي لتاجر بورد على السوق. والحمد لله يعني انتاجه منيح ماشي اموره. لو نحكي ونسالك سؤال مهم، هو شو اللي بيميز المراه الريفيه عن المراه العامله في اي مجال اخر غير الريف؟ هو هذا الشغل صعب، يعني مش اي مراه بتقدر عليه، يعني الا تبقى يعني مضطره عليه. يعني في سيدات ما بقدرن عليه هذا الشغل. شو احنا مدى صعوبته اكثر؟ يعني هذا الشغل للرجال مش للسيدات، بس في ظروف احيانا بتحكم على المراه انها تلجا لهذا الشغل. يعني بالنسبه لي انا لو في مجال احسن من هذا المجال كان لجأت له، بس ما في مجال، عندي اولاد وبدي يعني اطور من حياتهم اوصلهم لمرحله يعني انا نفسي انهم يوصلوا لها بدون ما يحتاجوا لحدا. فهذا شغلنا الحمد لله هو منيح، مش انه مش منيح، ومكفينا الحمد لله يعني ماشي أموره.
ما ظنيش أي سيد تيجي تدخل على هذا المجال تقدر إنها تمشي فيه. لكن بالنهاية النساء بتبدع في كل المجالات، يعني أنت بتحكي هون شغل للرجال، لكن أنت رغم هيك مستمر ومبدع. مستمر. أنا إلي يعني لحالي شغال فيه تقريب 6 سنين هذا الشغل، ومش أي حدا بيقدر يعني إنه يتحمله، لأنه في شغل منه لرجال. يعني المرأة بتقدر إنها مثلا تلقط المحصول، بس ما بتقدر مثلا ترش. في بدك ترشي، في شغلات بدك، يعني في شغلات كثيرة بدك أنت تشتغليها نيابة عن الرجال. لو نحكي عن المحاصيل الثانية اللي أنت بتزرعيها غير الخيار، طبعا كل محصول له مجهود خاص. أنت من لما بلشتي إيش المحصولات أو المحاصيل عفوا اللي زرعتيها من البداية لليوم؟ أول محصول بلشت فيه أنا بديت المشروع زرعت بقدونس، وكانت زرعتي ناجحة، وحكى وزير التنمية الاجتماعية أجزارني، وساعتها كان مشروعي ناجح 100%. وبعد البقدونس زرعت بندورة. يعني ببدع أنا في المجالات الزراعية ببدع. والحمد لله ولا زرعة زرعتها ما كانت ناجحة، كل زرعاتي كانت ناجحة. وزرعت بازيلا وكمان كانت ناجحة. وعندي دوالي برضو، دوالي بس إلي أسبوع قصيتها، بدي أزرع بازيلا أستغل الوقت بدل ما إني أقعد 3-4 شهور فاضل الحمومات عندي، بستغله بزرعة بازيلا بين ما إنه تتهيئ الدوالي لموسم جديد. يعني إحنا بنحكي عن محاصيل موسمية بتزرعي، قديش بده هذا الموضوع جهد فكري أيضا غير الجهد الجسدي، وإنت تفكري مثلا إيش المحصول المناسب، إيش المحصول ممكن يمشي. احكي لنا عن هاي المرحلة اللي بتمري فيها. طبعا إيش أكيد بده يعني مجهود فكري، بدك تحسبيها من جميع الجهات. يعني بالنسبة للزراعة بتكون هاي الزرعة ناجحة ولا مش ناجحة، وقتها ولا مش وقتها، كيف يكون المجال فيها، يعني انه بتقدري مثلا في هذا الوقت انت تعطيها حقها. طبعا كل شيء بده تعطيه حقه على اساس انه يبقى 100% معك. احكي عن البيئة اللي حواليك، كيف دعمتك لحتى تثبتي مشروعك؟ والله اللي من اني ناحية البيئة اليوم ما حداش يعني بدعم حدا، بالذات المرأة يعني اللي وضعها وظروفها خاصة. مش كل الأوقات بتلاقي حدا يدعمك. يعني نتمنى لك احنا دائما التوفيق في مشروعك، انت نموذج ناجح للمرأة اللي بتعتمد على نفسها في مصروفها الشخصي. يعني شكرا لك عائشة بشارات ام خالد على هاي المداخلة. يعني علاء ونورة مثل ما شفتوا، يعني السيدة ام خالد او عائشة بشارات هي نموذج لكثير من السيدات اللي بتعتمد على الزراعة الريفية في مصروفها الشخصي، في كسب مصدر رزقها لتصرف على عائلتها وتعيلها. زي ما شفنا بتواجه في هاي المرحلة كثير من الصعوبات والتحديات، لكن رغم ذلك دائما النساء مبدعات وقادرات على النجاح والتميز في كافة المجالات. لهون بتكون خلصت نافذتنا اليوم من طوباس، وعودة إليكم على أنورة. كل الشكر أكيد لك مي المصري على هالتركيز على المحطة الصباحية في اليوم العالمي للمرأة الريفية. وخلنا نوجه كمان تحياتنا للمرأة الفلسطينية أيما تواجدت.